ومعاكم عزود منقي واشهد الله تباحكم بكل خير. فيديو جديد النهاردة الثلاث 11 رمضان. قبل ما اتكلم في اي حاجة اشتركوا كتير واعملوا لايكات كتير مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. ياريت الفيديو ده يوصل لكل الناس. ماشي؟ اتمنى اوصل للألفين مشترك. مش 2000 مشترك وبس. القناة يكون فيها تفاعل. تفاعل كامل. اشتراك ولايكات وتعليقات وتفعيل الجرس. هتكلم النهاردة عنوان الفيديو سبب الدوخة او الصداع او التعب في رمضان. هل لكم السبب؟ ايه السبب؟ ان انت بيجيلك صداع رخم، يجيلك مثلا تحس بتعب، دوخة، جوع. السبب هل لكم حاجة واحدة او حاجتين اشوف. سبب الدوخة او الصداع او التعب او جوع ان احنا ما بننامش نومة كافية. ده رقم واحد، ان احنا ما بننامش كويس. رقم اتنين، ان احنا ما بنكلش كويس في رمضان، بناكل كده اي كلام وخلاص. فعشان نعالج الحاجات دي لازم ان احنا ننام نومة كافية 7 ساعات او 8 ساعات. وتاني حاجة ان احنا ناكل كويس، اكلات تدي طاقة. ورقم ثلاثة ان احنا في السحور نتسحر كويس ونشرب مية ومننساش ان احنا ناكل موز. وبس ده اللي هيعالج لك الدوخة والصداع والتعب. وشكرا.